عائلة كونزاليس، العائلة اللي دارت كل ما في جهدها باش تحسن من الأوضاع المادية حتى وصلوا لواحد المستوى راقي في العيش، ولكن في يوم هادئ وجد عادي غادي توقع لهم واحد المأساة اللي ما كانش على البال وما يمكن لكمش تخيلوها. المهم كوتي ديال البوليس حاروا مزيان، ما بين واش سببها العنصرية حيتاش لقاو شي حاجات كدل على هادشي، واش عصابة حيتاش كانت شي شهادة من هاد القبيل، او لا نية سرقة، او لا شي حاجة اخرى لغير متوقعة. سلام سلام and welcome back to our channel. سلام عليك. قبل اي حاجة بغيت نشكر الناس اللي التحقوا عندي في القناة وبغيت نقول لهم مرحبا بكم، كنتمنى ان المحتوى ينال اعجابكم وشكرا لحقيتاش كتعطيوه فرصة باش انه يزيد القدام. Let's get into it. لنبدأ. نعرفكم والول بالعائلة باش تقدروا تمشيو معايا مرحلة بمرحلة كيف ما مولفين كنديرو. تشودورا غونزاليس اللي تولد في 1945 في باجو واللي هي مدينة كاينة في الفلبين. تشودورا كان هو الولد الرابع لعائلة تايتانيك غونزاليس وكان ملقب بتيدي، وكان معروف عليه الجد والخدمة في المدرسة. من بعد غادي يلتحق بواحد الكلية ديال الحقوق فاش كانت عنده 23 عام، تما فين غادي يتلاقى بماري الملقبة بلويفا واللي في عمرها انا ذاك كانت 18 عام، كانت معروفة بلي انها انسانة حساسة وظريفة. المهم دازوا شي اشهر قلال على التعارف ديالها ما بين تيدي وقرروا في الاخير باش انهم يتزوجوا. من بعد تخرج ديالهم في القانون غادي تخدم معاه في المجال ديال العقارات. 1980 غيولدوا ولدهم الاول وغادي يسميوه سيف غونزاليس، واخا ما عرفش الصراحه هاد سيف اش من الاصل ديالها، حجتني بحال عربيه. المهم في سنه 1983 3 سنين من بعد غادي يولدوا طفلهم الثاني واللي غادي تكون اسم ديالها هاد المره كلودين. كيف ما قلت لكم بلي تيدي كان معروف بلي انه شخص بوسور، يعني مجد، كان ديما تيخدم باش يحقق الاهداف ديالو ويحاول يزيد القدام في حياته المهنيه، كيتقاتل باش انه يوفر لعائلته حياه اللي هي مستقره وسعيده وفيها كاع اساسيات العيش، وديما تيقول بلي هادشي كله كيديرو حيتاش ما بغاش ولادو يخليهم يضطروا يتبرزطوا اولا يتشوشوا بالوضع المادي. المهم لويفا وتيدي غادي يطوروا الممتلكات ديالهم، وغير هذا كان عندهم شي ستور ديال الفيديو وشي فارماسي. في سنة 1989 غادي يفتتحوا واحد الفندق اللي بناوه واللي غادي يسميوه The Queen Victoria Hotel اللي حلو نيت في باجو في الفلبين، واللي كان مكون من 4 ديال الطبقات و40 شامخ، وهما كانوا واخدين فيه واحد الجناح اللي كانوا عايشين فيه. ولكن للأسف العام اللي غادي يجي من بعد في سنة 1990 غادي يجي واحد الزلزال اللي غادي يهدم هاد الوطيل، ومن حسن حظهم غادي ينجحوا باش انهم يهربوا الا سيف ولدهم اللي كان محبوس لداخل. فتيدي ما غاديش يفكر وغادي يخاطر بحياته وغادي يدخل في وسط داك الشي اللي هو مهدوم باش انه يعتق ولده، وفي الاخير كل شي بخير والعائلة قدرت تخرج من هاد البلاصة. من بعد هادشي كامل اللي وقع العائلة في الاخير غادي تقرر باش انها تهاجر لاستراليا على اساس تمشي تبني حياتها من جديد. فكيف وصلوا تيدي راكم عارفين الشخصيه ديالو، مشى كيقلب على خدمه، رجع لكليه الحقوق باش يقدر يتدرب في استراليا ويلقى شي خدمه اللي تليق بالمستوى ديالو. ففعلا من بعد غادي يفتح واحد الشركه اللي بها واحد المكتب ديال المحاماه خاص به اللي غادي يسميه ذا غونزاليس، واللي كيضم مجموعه ديال المحامين وهو خدم فيه كمحامي ديال الهجره. تيجي غادي ينجح المشروع وكانت الخدمه غاديه مزيان وغادي وكتزدهر. من بعد لويفا وتيدي غادي يشريو واحد القطعه ديال الارض في شي بلاصه اخرى في شي منطقه ديال هذوك اصحاب طبقه اللي زعما عاليه، اللي حتى هما غادي يقرروا باش انهم يبنيو فيها واحد الدار كبيره وواسعه وزوينه. كانت العائله ديال غونزاليس معروفه بانهم قراب من بعضياتهم. نسيت ما قلت لكم بلي تيدي ولويفا كانوا مسيحيين متدينين، فريمون متدينين، وكانوا والدين اللي هما صارمين مع ولادهم، فكانوا كيربيو ولادهم بواحد الصرامة وواحد الجدية حيتاش كانوا باغيينهم يكونوا في واحد المستوى عالي، يكونوا ناجحين في حياتهم، بشرط انهم ما بغاوهمش باش يدوزوا حتى هما من داكشي اللي داس منه لويفا وتيدي. فواخا الصرامة ديالهم كانوا اباء اللي هما كرماء وعاطينهم الكريديت كارت ديالهم وموفرين لهم كل شيء غير باش ما يضطروش يخدموا، ولكن يركزوا فقط على القرايه ديالهم، ولكن بشرط اذا ما احترموش دوك القواعد اللي دايرين ليهم فكعقاب كيهددوهم
تخيلوا باش انهم يحيدوا لهم داكشي اللي متشبتين به ويحرموهم من الميراث، ويحيدوا لهم بيان سور الطوموبيلات واي حاجه اللي هما مدلعينهم بها، المهم اي حاجه كتخصهم. سيف غادي يمشي للهاي سكول باراماتا هاي سكول اللي هي مدرسه ثانويه، فما كانش عنده شي شغف بالقرايه، هو كان فقط مهووس غير بالغناء والموسيقى، وهذا الشيء اللي حط في دماغه وركز عليه. وراكم عارفين تيجي ولويفا كيفاش دايرين وكيفاش بغاو ولادهم، فوالديهم ما ضد هذه الفكره، داروا ما في جهدهم باش انه ينسى هذا الهدف ويمشي يقرا القانون ولا الطب، مهم يختار ما بين هاد الزوج، وهذا الشيء اللي قدر يدير في الاخير. من بعد ما تخرج من الهاي سكول مشى يقرا العلوم الطبيه في واحد اليونيفرسيتي اللي سميتها يونيفرسيتي نيو ساوث ويلز، وتيجي ولويفا كيف قلت لكم بغاو يطيروا من الفرحه لانهم واخيرا ولدهم غادي يقرا لهم شي حاجه اللي هما باغينها. ما يفرحوش بزاف لحقاش لي فيشي فيس راه فيه، سمعوا عاوتاني ما غاديش يحط راسو في القرايه، ما كيحسش بالحماس ديالها، تو سامبلومون ما كانش مسوق وكان مركز غير على الموسيقى. فشنو كان ليه راسو مشى ناض قد واحد الفرقه اللي سماها فيلو فلافا، وبدا كيمشيو للحفلات حتى تشهروا في ديك البلده ونجحوا وقدروا يجمعوا واحد القدر من الفلوس، وكان عندهم معجبين وعندهم حتى صفحات ديال الفان ديالهم. هاد الصفحه اللي كانت الادمين ديالها واحد البنت اللي سميتها ديزي دياز، والمهم كي كتدخلوا لهاد الصفحه هادشي اللي كانت كاتبه. المهم غادي نقول لكم باختصار، انا ديزي دياز ودرت هاد الصفحه لافضل صديق ليا اللي هو سيف. المهم وبدات كتمدح فيه وديك الهضره كامله. فهاد الصفحه كانت كتنشر بزاف ديال التصاور ديالو وهو كيغني اولا تصور مع العارضات اولا غيرها. المهم واخا با كان لاباس عليه كان باغي باش انه يركز على قرايته. في الاخير سيف غادي يتخلى على العلوم الطبيه وغادي يلتحق باليونيفرسيتي وحده اخرى اللي غادي يقرا فيها هاد المره القانون. سبحان الله كان كيقرا مزيان وكيجيب معدلات مرتفعين، وخدموا باه معاه في المكتب ديال المحاماه كمساعد قانوني، وشراو ليه شي طوموبيل واعره مع شي ماتريكول بيرسوناليزي، وهذا الشيء كله حيتاش مفتخرين به وما قداهم فرحه. ولكن بلاتي كلودين اللي هي اختو حتى هي كتقرا في المدرسه وشخصيتها مفتحه وكيعجبها تهضر على الطبخ والرياضه، المهم فيها الهضره بزاف، وكانت باغا تكون معلمه. تعرفت على شي شاب اللي في عمره 19 سنه سميتو كريس، ولكن باها وما لويفا ما كانوش تيحملوه، وكانت عندهم فكره باللي انه كيتلف على قرايتها. وشنو غادي يديروا؟ قرروا في الاخير باش انهم يصيفطوها لعند عمتها في مدينه واحده اخرى في استراليا، هادشي كامل باش تركز على قرايتها ويفرقوها على كريس. وخا هكاك بقات علاقتهم مستمره عن بعد لمده طويله، حتى ناض العبقري ديال خوها سيف وغادي يصيفط شي ميساج لكريس اللي كيهددو فيه وكيقول ليه على اساس انه في شي غانغ في شي عصابه. فشنو غادي دير اختو فاش ساقت الخبر لهادشي اللي مشى دار مع كريس؟ مشات قالت لوالديها واحد السر اللي كان سيف قالوا ليها. الصدمه وهي كالتالي، والدي على نيتهم كان تيسحب ليهم وتا حنايا بلي فعلا سيف راه تبدل وكان قري في القانون، ولكن كان غير تيكذب عليهم، حتى شي ماده عمره ما نجح فيها، وكان تيزور كاع النتائج ديالو وما عمرهم قدروا يعيقوا به. تعصبوا عليه بزاف وهددوه باش ما ياخذش حقه من الميراث وبلي غيحيدوا ليه هذيك الطوموبيل اللي كيحمق عليها. وهذا سيف حتى هو كانت عنده واحد الصديقه ديالو اللي كبر منه بشي 4 سنين، والديه ما حاملينهاش حتى هي من بعد تفرقات معاه وغادي ترجع لراجلها. المهم وشي تفاصيل واحد اخرين اللي ما عندهمش اهميه. في يوليو 2001 وهو اليوم المشؤوم اولا اليوم التراجيدي لهذه العائله، كان هذاك النهار عادي لهاد العائله تاع غونزاليس. كلودين كانت في عطله ديال يومين، ولكن داك الويكاند اللي جات فيه كانت جالسه غير في الدار كتقرا النهار كامل. فتيجي ولويفا غادي يمشيو للخدمه في الصباح بكري وكل واحد في طوموبيلته. سيف غادي يمشي لليونيفرسيتي حتى هو في الصباح، ومن بعد غادي يمشي للمكتب ديال با باش يعاونهم، ومن بعد مع 8 ديال الليل غادي يمشي يشوف شي صاحبو اللي سميتو سام، وغادي يخرجوا مجموعين يتعشاو، ومن بعد غادي يمشيو لشي محل ديال الالعاب وغادي يجلسوا فيه حتى ال11 ديال الليل. من بعد سيف غادي يوصل سان اللي هو صاحبو لدارو، ومن بعد غادي يرجع للدار مع ديك ال11 شوناز ال11 لارو. ولما غادي يدخل للدار غادي يتلقى واحد المشهد ما كيدخلش للدماغ، غيتلقى الجثث ديال كاع افراد عائلته مقتولين.
مشى كيجري للدار ديال جارهم جون وكيغوت وكيدق باش يفيقوا. خرج عنده مخلوع هذاك الجار وشجار اخر وبدا كيبكي بطريقه اللي هي هستيريا وكيقول ليه عاوني اجي تشوف اشنو وقع لعائلتي. من بعد جون غادي يدخل للدار غادي يعيط للبوليس وهذاك الجار الاخر غادي يبقى كيهدنو وكيواسيه شويه سيف غادي ينقز من بلاصتو وغادي يقول ليه بلي خصني نرجع دابا علاش لحقيتاش نسيت ما درت ليهم الانعاش الرئوي ورجع كيجري للدار وتبعو هذاك الجار اللي سميتو شين. ولكن منين شاف الجثث نتاع العائله فبان ليه بلي هذاك الانعاش الرئوي ما غادي يفيد حتى شي حاجه. تيدي غونزاليس 46 سنه كان طايح على الارض في الدخله ديال الدار. لويفا 43 سنه كان طايحه قريب حدا الصالون. سيف كان تيبكي بواحد الهستيريا خطيره وكيعيط لهم. لما وصلوا البوليس والاسعافات حاولوا يتاكدوا بلي ان المبنى كان امن وبلي هذوك اللي قتلوا راه ما كاينينش. المهم غادي يدخلوا ديك الساعه للدار غيلقاو الجثث نتاع تيدي. لويفا في التحت نتاع الدار ولما طلعوا الفوق في الدار غادي يلقاو الجثه نتاع اختو اللي في عمرها 18 عام واللي كانت طايحه في البيت ديالها. زائد على هذا غادي يكتشفوا بلي انهم ما ماتوش بقرطاس كيف كان قال سيف ولكن شي حد عنهم بالموس بطريقه وحشيه. تيدي كانت عنده 12 الاصابه اللي كانت في الجزء العلوي من الجسد وكان باين من الضربات ديالو بلي انه كان تيحاول يدافع على راسه. لويفا كانت في القتل ديالها اكثر وحشيه تعرضت لشي ضربات بشي حاجه ثقيله وقالوا بلي هاد الضربات انهم كانوا بالمضرب نتاع البيسبول. اخت كلودين 7 ديال الطعنات قالوا بلي انها تقتلات جوي هذيك 4 ديال العشيه. المهم تقتلات وهي كانت كتراجع قرايتها حيتاش لقاو الكتوبه محلولين فوق المكتب ديالها. المهم بعد التحريات ديالهم كيقولوا بلي انه الام لقاوها خرجت مع الخدمه مع 54 دقيقه مع شي صديقها اللي وصلت للدار ومن بعد دازت لشي حانوت شرات شي حوايج خاصينها. كيفاش عرفوا هذا الشيء؟ حيتاش غادي يلقاو واحد الخنشه اللي مزلعه حداها. تيدي واللي هو الاب غادي يخرج مع 26 دقيقه وحاول باش انه يعيط للدار وهو صايق ولكن تحد ما كان كيجاوبو. هو بدوره كيدخل تقتل مع الدخله ديال الدار. من غير هذا غادي يلقاو في الدخله واحد الحيط اللي فيه واحد الرساله كبيره ديال العنصريه واللي مكتوبه بشي سبراي في الزرق. فسيف كان قدام الدار جالس حاني راسو ومأزم. غادي يجي عند واحد البوليسي وغيبدا كيستوجبو وهو يقول ليه سيف بلي بان ليه واحد الزوج كانوا هربانين كيجريو من الدار. حاول باش انه يتبعهم ولكن كانوا بعاد وما قدرش يلحق عليهم. سولو البوليس واش كاين شي اعداء بغاو ياذيو عائلته او لا مؤخرا وقعت شي حادثه اللي كتفسر هادشي اللي وقع. قال لهم بلي اه بصح بلي انه في الليله ديال البارح كان مع والديه في الطوموبيل وتناقشوا مع شي وحدين كيعيروهم بشي اسلوب عنصري تو سامبلومون حيتاش هما اسيويين. الشرطه كتقول بلي ان الدافع ديال هذه الجريمه هي العنصريه. غادي يلقاو بلي كانت شي محاوله سرقه حيتاش كل من الصاك ديال لويفا وتيدي مشتتين والبيبان ديال البلاكارات حتى هما كانوا محلولين. البوليس كانوا متاكدين بلي انها في الاخير ماشي عمليه سرقه حيتاش كان داكشي منظم باش يبان بحال شي سرقه. مولف على كان عارف الدار مزيان. زائد على هذا كان قاطع السلوكه ديال التليفون داكشي باش تيدي ما كيجاوبو حتى حد. وحنا كنتحدثو على السرقه فلقاو بلي انه اي حاجه غاليه باقيه في بلاصتها حتى من الذهب ديال لويفا والفلوس اللي كانوا في البسطام ديال تيدي. المهم ما لقاو حتى شي دليل اللي كيدل على ان هذا القاتل دخل من شي شرجم بالكون ولا اي بلاصه من غير الباب. يعني مولف على بعيد على شي حاجه سميتها السرقه ماشي هذا هو الهدف ديالو. ايضا هذا اللي دار هذا الشيء عارف التوقيت ديال هذه العائله وحافظ شكون غادي يسبق وشكون غادي يتلا. نزيدكم غادي يلقاو واحد الحاجه غيلقاو بلي البصمات ديال الصباط ملطخه بالدم في كاع الدار ولكن هذه البصمات راه ماشي ديال حتى شي حد لا من الجيران ولا المسعفين زعما باش يقول شي حد انه راه دخل وهذا الشيء وقع من بعد الجريمه. المهم هذيك البصمات ما قدروش يتعرفوا عليها. استوجبوا الجيران وكل شيء تيقول بلي انهم ما سمعوا والو وكان كل شيء عادي سورتو كانت واحد العاصفه ديال الرعد والشتاء اللي ممكن ما تقدرش تخلي شي حد يسمع اشنو كان واقع. اليوم اللي من بعده غادي يجيبوا سيف للمركز باش يشهد على شنو وقع. غادي يعاود يقول لهم بلي انه
مشى للجامعه مع الصباح، ومن بعد مشى للمكتب ديال با، خرج مع الربعه حيتاش كان غادي يمشي يشوف سام مع الخمسه، ولكن من بعد اجلوا المعيد حتى للثمانية. فرجع للدار وحاول باش انه يدوي مع امه والو. المهم رجع مع السته ديال العشيه وبان ليه بلي الدار ما فيهاش الضواو وسكات وكانت كطيح الشتا، ويقول اجي نبقى واحد شويه كاس الطوموبيل بيد ما تهدم الدنيا ونمشي ندخل للدار. في الاخير غادي تجي واحد الفكره، غادي يقول بلا ما ندخل للدار وغادي يمشي يزور شي صاحبه واحد اخر اللي يلاه رحل. والغريب في الامر انه ما كانش عنده النمره ديال صاحبه. المهم غير غادي صايق بلا هدف، يعني صاحبه يلاه رحل ما عرفش العنوان ديالو، ما عندوش نمرته. بون بقات الفان حتى وصلت 8 ديال الليل ومشى داز عند سام وهو يهزو. مشاو تعشاو كي قلت لكم، من بعد مشاو لعبوا، ومن بعد وصل سام هي فاش مشى للدار وغيكتشف الجثث ديال عائلته. فالصحافه ولا وسائل الاعلام كيهضروا غير على العائله ديال غونزاليس، وسيف غيقبل باش انه يدوز في واحد المؤتمر صحفي واللي غادي يطلب منهم باش انه يتخلص منه كمقابل بثمن كبير. من بعد المقابله اللي دار كلشي كيقول شكون يقدر يدير شي حاجه بحال هذه، او لا تيقولوا هذا الشيء عنده علاقه بالخدمه ديال تيدي، ممكن يكون متورط في شي حاجه، ممكن دخل في شي عصابه وقعت شي حاجه بيناتهم وقرروا باش انهم يقتلوهم. المهم خرجوا بزاف ديال الاشاعات. المهم النهار اللي دار فيه سيف هذه المقابله الصحفيه غادي يمشي عند المحاسب ديال باه باش انه ياخذ كاع الميراث، ميراث اللي كانت القيمه ديالو كبيره وكان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستافد منه، ولكن ماشي بهذه السهوله كان غادي تحول ليه كل شيء ديال الورد. المهم داروا واحد الجنازه اللي هي كبيره لهاد العائله نهار 20 يوليو واللي حضر فيها 300 شخص. ايوا اجي تسمعوا الغريب، من بعد سيف غادي يغني واحد الاغنيه، هاد الاغنيه اللي سميتها السويت داي، زعما يوم حلو. Sorry I never told you all I wanted to say. شي وحدين بقى فيهم وشو وحدين بان ليهم بلي بحيلا انورمال هاد السيد، البوليس خصهم غير يحلوا هاد القضيه وخلاص. فلاحظوا بلي التصرف ديال سيف كان غريب وبداو كيبرزطوه كل مره تعيطوا ليه للتحقيق ولو حاضينه غير هو. ولاحظوا بلي انه كاينين شي ثغرات في دوك الحجج ديال الغياب اللي عطاهم، وانا وانتوما هادشي اللي حسينا به. المهم شنو غادي يديروا، مشاو كيسولوا صاحبو سام، قال لهم بلي فاش كنا خارجين ما كانش كياكل بزاف حيتاش كان يلاه تيبرا واحد التسمم غذائي اللي كان جا هو وامه، وستروا ليا مزيان على التسمم الغذائي حيت غادي نرجعوا لها في الاخير. المهم البوليس بقاو تيفكروا من 4 حتى 7 هنا فين كان الجواب غير مقنع ديال السبب ديال الغياب ديالو، وحتى شي حد ما يقدر ياكد هذا الشيء اللي كان تيقول. البوليس غادي يديروا مقابله مع شي واحد خدام في الشركه ديال تيدي، واللي غايقول لهم بلي انه كان واقف حدا الدار مع 4 حتى ل 4 ونص باش ياخذ شي وثائق من صندوق البريد ديال غونزاليس، وهو تما بانت ليه الطوموبيل ديال سيف في الكراج واقفه، ولكن سيف قال بلي انه كان واقف حدا الدار وما خرجش كاع من طوموبيلته. المهم كانوا بزاف ديال المصادفات اخرين اللي كلهم كانوا ضد سيف من عند الشيران مع بزاف. البوليس فاش جاو اول مره لما عيط لهم سيف على الحادثه كان في حاله هستيريا، ولكن حتى شي دمعه ما كانت على وجهه. زائد هذا عقلتو فاش كنت قلت لكم بلي خرج عنده البوليسي كيدوي معاه، فهاد اللحظه لما سمع بلي انه غادي يمشيو يقلبوا ليه بيته فقال لهم بلي بدا يتفتف وقال لهم بلي انه غادي يلقاو شي مقطع ديال الفيديو ديالو اباحي. نقطه واحده اخرى فاش دخل قال لي كيدير لهم انعاش رئوي، خرج من الدار بنقطه صغيره ديال الدم، اي بورتون الدنيا كانت عامره وملطخه بالدم، فكيفاش غادي ينعشهم بلا هو ما يتقاس؟ المهم هاد النقطه تخيلوا باش شرحها، قال لهم بلي انه كانت الشتا كطيح عليه وغسل بها ويديه غادي يمسحهم في الكازون. زائد على هذا كانت واحد النقطه ديال الصباغه في الجاكيت ديالو اللي من بعد غادي يلقاوها مطابقه لديك اللي كانت في الحيط. زائد على هذا في البلاكار ديالو غادي يلقاو واحد البوكس خاوي كارطونه اللي فيها نفس لا بوينتور ديال الاثر ديال الصباط اللي لقاوه. وباش يبرر لهم هاد النقطه اشنو غادي يقول لهم عاوتاني؟ غادي يقول لهم بلي با تيدي غادي يشري
واحد الصباط لولد عمو في الفلبين غادي يصيفطو ليه وسيف غادي ياخذ الكرتونه. اوكي هادي دوزنا. المهم حتى حاجه ما مقنعه في هاد الاجوبه. هذيك صاحبته كتقول بلي انه عنده شي عصا ديال البيسبول في الكوفر باش يدافع على راسو اذا جاب الله وقعت ليه شي حاجه، ولكن هذيك العصا ديال البيسبول ما لقاوهاش عنده في الطوموبيل. ها هما الدلائل كلهم عندهم وضده، وغادي يطلبوا باش انه يدير اعاده تمثيل هذيك لاسين فاش كان قال ليهم بلي انه شي زوج هربانين بعاد، ولكن في هذا التمثيل كان هو جد عادي ومأثرش حتى شي رياكسيون بيناش عليه. وهنا فين كانوا شاكين فيه البوليس اش غادي يديروا؟ غادي يقولوا نمشيو نديروا البحث في لونطوراج ديالو باش يعرفوا الشخصيه ديالو اكثر، وغادي يلقاو بلي انه شخص مريض بشي حاجه سميتها الكذوب. ما عرفتش واش هذا المرض كاين ولا لا، ولكن ديما كيخترع القصص اللي فيهم غير الكذوب، ديما كيخترع قصص على راسو. كاين بزاف ديال الكذوب ولكن اللي طب فيهم هي انه واحد النهار قال لهم بلي انه عنده سرطان، ولكن من بعد غادي يقول لهم لا غير كنت نضحك معاكم. نزيدكم ديك الصفحه ديال المعجبين اللي كانت دايراها هذيك الفان ديزي دياز هو اللي اخترعها، حتى شخصيتها جابها من العدم، يعني ما عندهاش وجود. البوليس غادي يعرفوا بلي علاقته غادي تكون ماشي حتى لهي مع عائلته في الاونه الاخيره لما عرفوا بلي انه زور نتائج ديالو وهددوه بلي غادي يحرموه من الميراث ديالو. 2001 اوت سيف غادي يمشي عند البوليس وغادي يعطيهم واحد ليميل اللي وصلوا من عند شي واحد مجهول فيه تهديد لسيف، ونفس الوقت غادي يستغل صحابو اللي دايرين به زعما باش يديرهم بحال شي حراس ديال الامن ديالو، زعما حيتاش راه خايف انه يمشي بوحدو. من بعد البوليس غياخذوا اللابتوب ديالو البيسي وغادي يلقاو فيه بلي هو اللي صيفط لراسو هذاك المايل اللي فيه التهديد. في سبتمبر غادي يقول لعائلته بلي عنده شي ورم في المخ، غادي يدوي لخالته اللي كاينه في الفلبين واللي هي اللي كانت مكلفه بالاملاك ديال باه اللي كاينين تما، وغادي يطلب منها واحد المبلغ كبير على اساس انه غادي يمشي يدير به عمليه على ذاك الورم باش يعتق راسو يعتق حتى حياته. وبيان سور خالته عارفه ما غاديش تعطيه حتى شي حاجه ومشات عند البوليس وقالت لهم اشنو قال لها. اكتوبر غادي يبيع كاع الطوموبيلات ديال والديه والمجوهرات، تخيلوا في مقابل اش؟ في مقابل مبلغ صغير بزاف. المهم هادشي كله اللي يدير غير باش يشري واحد الطوموبيل اللي كانت غاليه، غادي يمشي باش يشريها وغادي يفهمهم بلي انه غير غادي يشد الفلوس ديال الورث ديال با غادي يكمل ليهم الباقي، ولكن وقع شي نقاش ولا شي حاجه اللي غادي تانولي هاد البلان، وغادي يشري واحد الطوموبيل اللي على القد الفلوس اللي عنده. في 2002 القضيه بدات كتسخن، غادي يعرف سيف بلي البوليس ما دخلاش لريوسهم هذيك الحجه ديال فين كان غابر. اصلا كانوا كيتصنتوا على كاع التليفونات ديالو ومراقبينه وهو ما كاين عيقب والو. واحد النهار سيف غادي يهضر مع صاحبو سام وغادي يقول ليه بلي البوليس راه شاكين فيه. المهم كيطلبوا باش انه يعاونوا يلقى معاه شي حجه جديده اللي يقدروا يتيقوها، والبوليس كي قلت لكم راهم كيسمعوا كل شيء. لما واجهوه بهذا الكلام قال لهم اه بصح هذيك الحجه اللي عطيت لكم ماشي بصح، ولكن الحجه الصحيحه سمعوا هي انه في هذاك النهار كنت في الدار ديال الدعاره، والصراحه ما قدرتش نقولها لكم حيتاش تحرجت وما بغيتش نتشوه لا انا ولا عائلتي. قال لهم فاش خرج من الشركه غادي يرجع الطوموبيل حدا الدار وغادي ياخذ طاكسي، ومن بعد غادي يمشي لهذيك البلاصه اللي على بالكم، ومن بعد مساله عاوتاني غادي ياخذ طاكسي اللي هي وصلته للدار، وغادي ياخذ طوموبيلته من جديد وغادي يمشي ديريكت عند سام بلا ما يدخل دارهم. المهم كذبه هذه المره كانت مقنعه. المهم فاش عاقب لانه البوليس كيتصنتو عليه فشنو غادي يدير باش يثبت هاد الكذبه الجديده؟ كانت تعيط ديما لشي ديور ديال الدعاره كيف قلت لكم، وكانت تعيط لواحد مول الطاكسي وهو اللي كيديه ديما. البوليس شنو غادي يديروا؟ ماشي من العاكزين، غادي يمشيو عند هاد مول الطاكسي وغادي يسولوه واش هادشي بصح ولا لا، وغادي يقول لهم بلي اه راه بصح. ياك السي مول الطاكسي واخ هاد البوليسي قالوا ليه بلي انه راه اذا كذبتي في الجواب غادي تورط في هاد الجريمه ديال القتل ديال ثلاثه الاشخاص. مول الطاكسي غير غادي يسمع هاد الجريمه وغادي يقول لهم حبسوا هادشي كله اللي قلت لكم راه لا. سيف قال لي بلي انني نقول لكم هادشي حيتاش
وقع في شي مشكل بسيط وعاود لهم كل شيء وقال لهم بلي انه راه سيف تلقى به. المهم واحد 5 شهور هذه من بعد الجريمه وقال لهم اذا جاب الله البوليس سولوك في شي حاجه عندها علاقه بيا قول لهم بلي راك وصلتيني نهار 10 يوليو 2001 لهاد البلاصه الفلانيه. فسولو علاش غادي يمشي يجاوبهم بهذا الجواب، قال لي سيف بلي لا راه غير شي حاجه بسيطه واقعه وصافي. فقال لي المقابل ديال هذا الشيء اللي درتيه غادي نعطيك 5 مليون مغربيه لهاد المغربيه غزتها من عندي. البوليس عاوتاني غادي يمشيو يتواصلوا مع البنت اللي قال لهم عليها وقالت لهم بلي ما كانتش خدامه ذاك النهار. المهم جمعوا عليه بزاف ديال الادله اللي ضده ولكن مازال ما قبطوش واخا هكاك وما فهمتش علاش. واحد النهار غادي يلقاوه طايح وحده مرمي شي خنشه ديال البلاستيك وغيديوه للسبيطار وغادي يكون باين عليه بلي انه خايف وما فاهم والو شكون انا وشنو سميتي. البوليس غادي يجيو عنده غادي يستوجبوه، قال لهم بلي كان غادي عادي في الطريق فاذا به غادي يجي شي حد غادي يهز خنشه غادي يديرها ليه في راسو وغادي يضربو بشي خشبه على الراس. وقالوا ليه بلي هاد المره اذا جاب الله هضرتي مع الصحافه غادي نقتلك. باختصار حيتاش مشى كان قال للصحافه بلي شي عصابه صيفطات ليه شي رساله كتددو وقالت ليه بلي اذا ما سكتيش غادي نمشيو ننتقمو من جدك وهو يمشي يقول هادشي كامل في لقاء صحفي داكشي باش هادو شدوه ونتقمو منه زعما. ولكن الاطباء ما غادي يلقاو حتى شي جرحه اولا ضربه في راسو كتبين بلي انه تضرب بشي خشبه كيف ما هو شرح. المهم البوليس هنا فين غادي يقولوا بلي هذا ممكن غادي ينوض يدير شي حاجه لجده غير باش يبين اولا ياكد بلي هاد الكذبه راه بصح. البوليس واخيرا غادي يدخلوا عليه للدار وغادي يشدوه ويتهموه بلي انه قتل امه وباه واخته، ولكن تيقول لهم بلي راه ما دار والو لدرجه انه طلب الكفاله ولكن رفضوها ليه. زائد على هذا طلب باش انه ياخذ الكفاله ديال با باش يعين محاميين اللي يقدروا يدافعوا عليه ولكن عاوتاني غيرفضوا. بافريل 2004 غادي تبدا المحاكمه ديالو والبوليس غادي يعرفوا في وسط هذه المحاكمه بلي انه كان تيخطط لهذه الجريمه من شحال هذه يعني شهور قبل وقبل. نرجعوا لذاك النهار اللي كنت قلت لكم كان مريض بشي تسمم في الاول فكان ناوي يسممهم حيتاش لقاو في البيسي باللي كان مقلب على شي نبته كدار في الماكله مسمومه وما تقدرش تبان باللي انها زعما شي جريمه قتل واذا كلها شي حد يموت زعما موته طبيعيه. والمهم غادي يمشي يشري دوك العشوب اللي هما مسمومين اللي غادي يلقاوهم البوليس في شي قرعه من تحت المكتب ديالو وغادي يحللوها وغادي يلقاوها نتاع شي بذور اللي هي معروفه بدون تسميه واي واحد سرطها غادي يموت ديك الساعه. فداك النهار اللي موت تسممات ودخلت للسبيطار حتى هو تسمم شويه حيتاش شنو دار قال زعما اجي ناكل مع واحد شويه باش يبان باللي انه كلاو شي حاجه اللي هي فاسده. المهم المو غادي تخرج نهار من بعد من داك السبيطار لو هي بخير. دابا غادي نقول لكم اشنو وقع بالضبط نهار ديال الجريمه. فسيف لما خرج من الشركه مع ديك الربعه 4:30 غادي يهز العصا ديال البيسبول اللي في طوموبيلته وغيدخل للكوزينه وغادي يهز الشماس وغادي يطلع لعند اختو غادي يقتلها وغادي يضربها بهذيك العصا بطريقه وحشيه. غادي يقتلها لسبب واحد هو انه بغى الورث بوحدو. وعلاش بهذيك الطريقه؟ حيتاش كان معصب منها وحيتاش جبدت ليه صدام مع والديه. المهم سالا معاها ويهبط كيتسنى امو كي دخلت هجم عليها. من بعد غادي تسنى با حتى هو كيدخل غادي يهجم عليه بلا ما نقول لكم التفاصيل حيتاش صعيبه وكانت وحشيه. المهم من بعد غادي يقاد الدار والتفاصيل باش تبان بحال شي جريمه ديال السرقه. مشى غسل من الدم وكتب في الحيط بهذاك السبراي، هز العصا ديال البيسبول وهذوك الماس وداهم خباهم في شي بلاصه ليومنا هذا ما لقاوهمش. ومن بعد مشى عند سام بحيله ما دار حتى شي حاجه. اليوم اللي غادي يجي من بعد عيد ميلاده اللي دار فيه 18 سنه واخيرا الحكم غادي يخرج. عطوه المؤبد مع عدم امكانيه الافراج المشروط. صراحة خصو يسال شي حاجه من غير المؤبد. المهم ليومنا هذا هو مصر على انه ما دار حتى شي حاجه وما بغى يعترف بوالو. وهادو هما المعلومات اللي لقيت على هاد القضيه واخا كانوا فيها بزاف ديال التفاصيل ولكن هذه كانت هي الاهم ديالها وانا عارفه باللي القصه ديال اليوم هي اطول قصه عندي في القناه. فاش بان لكم ناقشوا هاد القضيه لتحت في لي كومونتير. عن نظري انا فتنقول باللي انه سيف ماشي بكامل القوه العقليه منين مريض بالكذوب وقدر باش انه يقتل عائلته ويمثل باللي انه راه بريء فراه هادشي بزاف. زعما يقدر يكون هادشي كامل بسبب داك الزيار اللي داروا ليه والديه اولا حيتاش بغاو يحرموه من داكشي اللي بغا، ولكن هادشي كامل كيبقى ماشي سبب اللي يخليه انه يدير هادشي كله. المهم في انتظار الاراء ديالكم والمناقشات ديالكم غادي نقول لكم نلتقيو في حلقه واحدة
اخرى. وما تنسوش انكم دعموني بدي لايك، علاش كنطلبها منكم؟ لحقاش هما اللي كيخليو الفيديوهات يبانو عند الناس ويقدروا يشوفوهم. سوغ سو غادي نقول لكم سلام سلام.